وأبدأ مع سيدة لوري، ما هو المتوقع من المؤتمر العام للحزب الديمقراطي؟ هل من الممكن أن يتم طرح حلول للقضايا الشائكة من خلال البرنامج الذي ستطرحه كامالا هاريس بعكس إدارة بايدن؟ مساء الخير. أعتقد أنه سيكون مثير للاهتمام، فالحزب الديمقراطي والمرشح تيم والتز انضم إليها، وكمرشح نائب لها سيتحدثان، وسنرى الرئيس بايدن يتحدث، وسنرى أوباما، وسنرى كلينتون، وبالتأكيد سنرى أنهم يظهر بحلول نهاية الأسبوع دعمهم لكامالا هاريس، ويوم الثلاثاء أيضا في المساء سنرى الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس في حدث رسمي وليس حدث للحملة الانتخابات. سيكون الجمهور في هذا الحدث يشكر جو بايدن، وكانت هذه اللحظة بها الكثير من المشاعر الجياشة، وكان هذا حدث رسمي أعلن به أنهم مع بعضهم البعض وما زال يعملان معا، ومن المثير للاهتمام والتشوق رؤيتها تترشح إلى هذا المنصب، وهناك الكثير من الطاقة الملهمة، وإنها تحاول أن تتميز في هذا المؤتمر، وهذه ستكون موجة كبيرة.